إذا إحنا عروض نشوف عروض بيت الجملة. هنا ده كده المرسيد 5 كيلو عامل 179. ده كان الاريال 4.5 كيلو عامل 225. والبرسيل اللي عليه عرض كده كويس صح؟ البرسيل كده اللي عليه عرض كويس. البرسيل هنا 5 كيلو 179، لكن الاريال هنا 4.5 كيلو كمان عامل 225. خمسة كيلو عامل 205. 4.5 كيلو بس هو هنا اهو في 205 برضه 205 مع نفس معاه. عايزين تشتري بونكس 4 كيلو ومع 504.5 عامل 148. البونكس عرض الفيزا ده 3 عامل كام؟ 48. حلو ده العرض. والفيلو هنا ده كام كيلو ده؟ 6 كيلو عامل 96. 2 كيلو عامل 40. لو الانش بطارية 520 ده عامل كام؟ 13.5. طب ناخد ده كده؟ لو بالاكسنالين ده 3 لتر عامل كام؟ 59. 95.60 فيه بقى. ده ايه روز جاردن؟ ده كام كيلو؟ 10 عامل 97. ده عامل كام؟ 65. طب من حلو عرض الفيه ده. جي بقى كده عروض المناجيل زادت قوي. عروض المناجيل ده زينة 550 في 3 قطع عامل 57. 95 بدلا من 72 اللي هو زينة. في ايه تاني غير عرض زينة؟ في الروز جاردن ده برضه 550 في 3 قطع عامل 53. 95 في هنا زينة بالخوخ 3 قطع بالخوخ عود وخوخ وفراولة عامل 61. 95 في بقى المناجيل المطبخ عاملة كام؟ الاتنين رول اللي هي زينة عامل 25. 95 ده عامل 35. مطبخ 4 ومعاهم 2 يبقى دي 6 عامل 44. 95 يعني 45. ده 6 قول. طب وده قد ده ايه ده؟ ده العرض اللي قلنا عليه هناك ده صح؟ ده فايل 6 رول عامل 46. وفايل 2 رول عامل 32. زينة مناديل الحمام بقى ده كام رول؟ 10 معاهم 2 على 12 عامل 79. 95 يعني كام؟ 80. 80 80. في زينة تواليت كام ده؟ ده 6 ومعاهم 2 على 8 عامل 54. 95 في بقى الأحجام الكبيرة دي عامل 60. 69 اللي هو الاقتصادي. البلد بحب انا الاقتصادي ده غير عن المعيشة. الاقتصادي ده عامل كام؟ الروز جاردن ده 750 جرام عامل 55. 95 بدل من 65. 95 شوف العرض ده كده فاميليا عامل 53. بس 6 النادر
6 و2 كده. عروض الرز في رز محمد 16.5، الوليلي البدر 16.5، في الحمد 16.5، البدر 16.5، وفي نوع اسمه ايه؟ اورجين ب18 اللي هو ده كده. في بقى الوليلي الموف ب18، بس ما فيش الاخضر اللي كان ب15، صح؟ وبرده 2 كيس لكل عمي رجع، 2 كيس لكل 2 قطع فحم لكل عميل، من السكر ودي والرز اللي هو الكيلو الكيلو. يعني تاخدي وقت، يعني تاخدي 2 واحد قطعه مع عشان الرز ب5، ولو خدتي الرز ب5 كيلو واحد قطعه. طب فين الرز ب5 كيلو؟ في بقى هنا السكر الصفار 18، السكر برضو بيقولوا ان كل عامل 2، في سكر برضو اورجين برضو 18.5، في سكر اسمه اليوم ده اورجين، في سكر اسمه برضو اليوم عامل 18، ده الأمراض الوليدة اللي هو في العين 18 جنيه. انواع الرز اللي احنا قلنا عليها، بس هنا بقى كده موجوده الصقر 18، الجين 18، البدر 16.5، الحمد برضو 16.5، في بسماشي فوق كده عامل كام البسماشي ده؟ عامل 73 كيلو، ده اسمه مارفل، شايفاه من فوق ده. ده لميتنا اللي تحت ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده عامل كام؟ في رز الساعة، في رز لسه الساعة عامل 18، ده كده؟ طب ودي لميتنا ده عامل كام؟ ست غالية دقيق ب18.5، في أورجين سكر بودرة الكيلو ب23، الست غالية ده دقيق ب18.5، تقول ايه؟ ان هي لمتنا ب19، لمتنا عندها لمتنا ده ب19.5، ده الضحى، رجعها ده كام؟ 26.75، هات سامي كام؟ هات جبت 38، هات سامي جبت 38، هات سامي 48، والعدس الأسود 48، والعدس الأسود اللي عايز، عشان لكن أبو جبت حلو 38. النهاردة كده على زبادي الدانون 6 ومعاهم 2، يعني 8 عامل 28 بدلا من 20، واللي هو زبادي دانون اللايت 105 جرام 5 ومعاهم 1، يعني 6 برضه ب 25. النهارده على لبنيته اللي قلناه ده ب 17، لا ده ب 17.5، ده جوهينا لايت 9 ومعاهم 3، يعني 12 عامل 46.5، 12 كده. في المراعي والدش 240 جرام عامل 80، 150 عامل 57، مش فوق اللانشون
500 الرز 500 ساده وزيتون وبهار عامل 65 جرام من 76 260 جرام عامل 35 لبنيتا من شمسات 48 عامله كام؟ 9 86 95 يعني عامله 87 جبنات بقى هنا كده دوتشي جبنة صفرا بلس 500 عامل 29 جبنة اللي غالية أوي بس جبنة عالية أوي دي هنا اللي هو اسمها افريكو دي عاملة 21 لابورلاند 21.5 و500 برضه قوي 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 في الدنيا اسطنبولي دي عاملة كام؟ كاميتشي الاسطنبولي 59 95 بدلا من 860 ده الأسعار زادت قوي 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 في الدنيا في عروض بقى هنا المراعي برجر جامبو كيلو ونص 15 قطعة عامل 152 أنا بقرب له كده من فوق 152 بدلا من 186 المراعي توابل نجدس 50 قطعة عامل 58 بدلا من 65 الكوكي كرانش 20 قطعة 400 جرام عامل 48 بدلا من 152 انا مش عارفه هو فين انا بقرا كل ما مكتوب فوق في كوكي دبوس حار وبارد 700 جرام عامل 73 بدلا من 77 ده كده الكوكي اجنحه حار وبارد 55 بدلا من 57 والدبوس قلنا 73 بدلا من 77 سمنة رياضي كيلو ونص عاملة 75 وجنة تقريبا برضه نفس السعر بس كل واحد دي عايزة واحدة.